بده مدير مسرح على طول. العوافي. كيفك اليوم؟ بونجور. بونجور رشا، بونجور ناتالي، بونجور عبدو. اهلا وسهلا فيك. شو كيف لقيت المفاجأة؟ مفاجأة فارمزون. انا تفاجأت. ايه اكيد. بلش حد جاهز. جاهز ايه؟ هي فارمزون على طول بفاجئنا، ما بنلحق له، على طول سبقنا. بنقول له ميرسي لفارمزونز ولرشا ولأسيس جو اكيد. يلا ستريفيان، بس بنقول لرشا بلا وصعوا لنا الخضرة على محل بعيدة حتى ما في مشكلة، نعمل لهم امبلاج خصوصي. تفضل مروان، شو عندك جديد لليوم؟ هيك بنطمن لها بالها لرشا. غير الفلافل عندنا اليوم سلال، بس ما راح يكون في فلافل. لا ما في فلافل خلص. بس في فلافل امبارح انبسطنا، كان كثير نهار حلو. لا 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 ما في ما في، بس تسلينا، كان نهار كثير مهضوم، الناس كثير مهضومين اللي اجوا لعنا، وهيك عملنا جو، غيرنا شوي ستريس اللي عايشينه بلبنان. رح بلش باول سله، سله البيستو، فيها اربع باكيتات بيستو مع الثوم، سلة البروكولي مع شمندر مع بصل، وسلة بيض مع بقدونس مع بطاطا، بيض بلدي. وعندنا سلة البطاطا مع بصل مع روكا، وكمان حاطين فيها بيستو الشباب وجزر اكيد. سلة الكيل مع بندورة مع بصل ومع بقدونس، الكيل بيجي فيها ربطتين كيل محرزين كبار. سلة اللوبيا البدرية مع بندورة وبصل ونعنع. سلة الفتوش يلي فيها كل هالحشايش، بقدونس، زعتر، بقلي، روكا، رشيد، لا رشيد لا باردون، بصل وبندورة وخيار. عندنا سلة اللي عملت همروجي هذيك المرة اللي هي البيض الفري مع بندورة وبصل ونعنع. بيض الفري يعني مبدئيا فيها بحدود 25 بيضة. سلة الأستاذ عبدو يلي فيها الخسة الكبيرة مع بقدونس ونعنع وبندورة وبصل. سلة الزهرة القرنبيط مع بندورة وبصل وبطاطا ونعنع. سلة الباذنجان المدعبل مع بندورة وبصل وروكا. وسلة الكوسة يلي فيها بندورة وبصل وبقدونس. اليوم عندنا كتير أصناف كعك طيبة مشكلة تقريبا بحدود 16 صنف، في بيناتهم كعك العيد بيجي كمية محرزة، وبيجوا كل هالأصناف الموجودة عندنا هون، في منهم الصيامي ومنهم لا، منهم على تمر، منهم على جوز الهند، منهم على دبس الخروب، نوعية جيدة جدا، طعمة كتير طيبة. فعندنا تقريبا بحدود 15 صنف عارضينهم ورانا. بيحب يوفر شوي لأنه صراحة الشوكولا والمعمول عم بكونوا كتير غاليين، بيقدروا يشتروا معمول من عنا مع شوية كعك من هدول، بكون صار عندهم زينة العيد بأسعار مقبولة. ونحن امبارح كمية المعمول اللي كانت عندنا كانت كتير كبيرة، بس راحت كلها للأربعة تنرجع ننزل لحتى يرجعوا يعملونا إياهم ببيوتهم ويبعتونا إياها. كل المنتوجات موجودة عندنا، دبس الخروب أكيد، دبس العنب، رب البندورة، رب الحر، الزعتر، الزبيب، زبيب بلا قشر، بلا بزر باردون وبلا القش اللي فيه، نوعيته جيدة جدا، إلى جانب الكشك، إلى جانب السماء، كل هالمنتوجات موجودة ببيت الزراعة، وأي حدا بحب ياخد كمان منتوجات من بيت الزراعة موجودة هون. عم نحكي بذور، شتول، نصوب، شتل البندورة، شتل الخيار، كل هالأشياء هدول موجودة. وفي عنا كمان الكبة اللقطين، بيجوا يا مشوية يا مشوية يا مقلية، كمان موجودين عنا، عم بينطلبوا بكميات كتير هيدة، طعمتهم جدا رائعة، وهدول المنتوجات موجودين عنا. اليوم كان مفروض بدنا نعمل توزيع، ما رح نعمل توزيع، رح يكون من المحل من بيت الزراعة بأنطلياس، لأنه بس عتلانين صراحة شوي عجقات السير صوب بيروت عم تكون كتير قوية. مبدئيا بركي بنرجع منبلش من بكرة نوزيع، اليوم ما رح يكون عنا توزيع. كل اللي بحب ياخد المنتوجات من عنا موجودين،
والخضرة كمان فيهم يشتروا بالكيلو، ما بقى بس محصورة بسليل، فيهم يشتروا بالكيلو، فيهم يشتروا بالكميات اللي بدهم إياها، نحن موجودين لخدمتهم. نعم عبدو، هون اذا طلبوا هلا عبر فارم زونز هين توصل لهم السله الزراعيه من دون عناء. لا، كل سله مطلوبه من عند فارم زونز نحن رح نعملها كمان بطريقه مهضومه، بس تنطلب بيقطعوا من فارم زونز بياخذوها من عندنا، نحن كمان نزيد عليها شغله زياده لحتى تكون الهديه هديتين مش هديه واحده. على كل حال اللي بدهم يحجزوا ويطلبوا اي ارقام اللي عم نوصل لها على بيوتها وحتى على المناطق 03-000-910 و 04-410-982. نحن موجودين على هؤلاء الارقام، بيقدروا يحجزوا اغراضهم بيجوا بياخذوهم من عندنا لليوم، واهلا وسهلا فيهم. شكرا لك مروان حيدر، يعطيك العافيه انت وكل الفريق العامل، يومك مبارك. شكرا لك. ونحن وياكم منتابع بفقراتنا وبنروح لثقافة وفن.